إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، المتتبع لآيات القرآن الكريم لا يعجزه أن يقف على حقيقة مفادها أن الصراع بين الحق والباطل هو سنة أقام الله عليها هذه الحياة، وأن الحياة لا يمكن أن يسودها الخير المطلق بحيث تخلو من الشر، وبالمقابل لا يمكن أن تعاني من الشر المطلق بحيث لا يكون فيها قائم بالحق. والآيات التي تقرر هذه الحقيقة عباد الله قوله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، وقال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فالمعركة عباد الله لا تفتر بين الحق والباطل، وبين الإسلام والحياة، وبين الشريعة والطاغوت، وبين الهدى والضلال. فالمصارعة بين الحق والباطل شأن قديم، وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري. والعاقبة معاشر المسلمين، والعاقبة للحق، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأن الهزيمة في النهاية واقعة في جانب الطرف الذي يدافع عن الباطل. قال تعالى: فوقع الحق فبطل ما كانوا يعملون، وقال تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. وقال تعالى: قل جاء الحق
وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، ويحق الحق بكلماته. معاشر المسلمين، لقد أوذي أصحاب الحق من الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة والمصلحين، فصبروا وثبتوا حتى أتاهم نصر الله، أوذوا بالأقوال والأفعال، فكذبهم قومهم بعد أن عرفوا صدقهم، ووصفوهم بالخيانة بعد أن عرفوا أمانتهم، ووصفوهم بأقذع الأوصاف والأقوال بالسفاهة وعدم الحكمة والكذب. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الإيمان بالله وتوحيده، فيصفه قومه بأنه في ضلال مبين، وهو المرسل من الله، وهو الأمين على وحي الله، ويعرفه قومه ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هكذا يا عباد الله، هم الدعاة والمصلحون والعلماء مع أقوامهم، هكذا هم أنبياء الله ورسله، هكذا هم الأنبياء والرسل يؤذون ويبتلون. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. تصوروا معي عباد الله أن داعية أو مصلح أو عالما من العلماء يقول الحق ويهدي العباد ويدعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله في هذا الزمان، فيسفهه قومه ويقولون: إنا لنراك في ضلال مبين. أو يقفون إلى الداعية الذي يدعو إلى الله على بصيرة، هو من اتبعه، يخالفه الناس ويقولون له: إنك لفي ضلال مبين. تصوروا معي عباد الله، في هذا الزمان يقف إنسان ويقف أنك أنت الضال، فما موقف هذا الداعية؟ فما موقف هذا العالم؟ فما موقف هذا المصلح؟ هل يجلس في بيته يبكي؟ هل يترك الدعوة إلى الله؟ هل يترك المنابر؟ هل يترك المساجد؟ هل يترك المهمة الذي كلفه الله بها من الدعوة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ فنقول لهؤلاء: لكم أسوة في أنبياء الله ورسله. فهذا نوح الذي أرسله الله إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل. فأيها العالم، يا أيها العالم، صبرا صبرا. أيها الداعية، صبرا صبرا. أيها المصلح، صبرا صبرا. فإن النصر صبر ساعة بإذن الله عز وجل. فما كان جواب نوح؟ هل شتمهم؟ هل سبهم؟ هل رد عليهم بمثل أقوالهم؟ بل أعرض عنهم عليه الصلاة والسلام. قال: يا قوم، ليس بي ضلالة. فقط هكذا المؤمن، هكذا الداعية، لا يشتم، لا يسب، لا يرد إلا بالحق. هكذا هم عباد الله الصالحين. ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. هكذا هم الأنبياء والرسل. وكذلك هود عليه الصلاة والسلام الذي دعا قومه فقال لهم، قال: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. فما كان منهم إلا أنهم وصفوه بالسفاهة والكذب، حاشاه
وهو رسول الله وهو الأمين على وحي الله. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. انظروا إلى هذا الابتلاء، وهو يعلم من نفسه أنه رسول الله، وهو يعلم من نفسه أنه هو الأمين وهو الصادق، ولكن هو الابتلاء، هو الامتحان، هو الاختبار لكم أيها المصلحون، أيها الدعاة في هذا الزمان، في زمن الغربة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يجلس أحدكم في بيته فيبكي ويترك الناس في ضلال بعيد، لا يجلس أحدكم في بيته ويترك الدعوة إلى الله. فلكم أسوة حسنة في نوح، في هود، في صالح، في يوسف، في موسى عليه الصلاة والسلام، في رسولنا صلى الله عليه وسلم. فما شتمهم ولا سبهم كذلك بأي وصف قبيح، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. بل تجرأ قوم نوح وأعلنوها صراحة بأنهم كافرون، هكذا صراحة ردوا أمر الله، ردوا رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام، أعلنوها صراحة أنهم من الكفار، لا يريدون شرع الله، لا يريدون دين الله، لا يريدون أن يعودوا إلى ظلمات أو إلى ظلمات الإسلام والعياذ بالله كما يزعمون، إلى التخلف، هكذا زعموا. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، والعياذ بالله أعلنوها صراحة، لا يريدون الإسلام، لا يريدون شرع الله. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون لا نريد شريعة تحكمنا. وهذا شعيب كما قالوا طبعا، وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يعلنها بقوة، ويتحدى الملأ الذين استكبروا من قومه بعد أن هددوه بالإخراج من قريته أو أن يعود في دينهم. هيهات هيهات أن يعود شعيب، أن يعود الصالحون، أن يعود العلماء الربانيون في ملة أهل الكفر. أبدا والله، وإن حرقت وإن قتلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله، وإن حرقت وإن قتلت لا تعود في ملة أهل الضلال. من يرفع شعارات الكفر لا يمكن أن نرجع إلا لشرع الله، إلا لدين الله، إلا لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. توكل على الله فإنك على الحق المبين، توكل على الله فإنك على الحق المبين، على بصيرة من أمرك أيها المصلح، أيها الداعية، أيها العالم، أيها المسلم، أيها المؤمن. على الله توكلنا، على الله توكلنا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. استعينوا بالله،
استعينوا بالله فإنكم على الحق المبين أيها المؤمنون. يا أهل التوحيد، يا أهل الإيمان، يا من رضيتم بالله ربا ومحمد نبيا وبالإسلام دينا. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يصفه أعداؤه بأنه ساحر ويطلبون منه الدعاء، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. انظر إلى هذا الإجرام. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. بل وصف عليه الصلاة والسلام بأنه مفسد في الأرض، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. يصفون أهل الإيمان بأنهم المفسدون في الأرض، أنهم الإرهابيون، كما يصفهم الغرب ويصفهم أهل الباطل. لا تخيفكم هذه الشعارات، اثبتوا على الحق عباد الله، اثبتوا على دينكم عباد الله، لا يضركم من خالفكم إلى قيام الساعة وإن كنت على الحق وحدك. فما كان عليه الصلاة والسلام إلا الصبر والثبات، بل أمر من معه بذلك. قال موسى لقومه، ماذا قال موسى؟ اتركوا الدعوة إلى الله، لا تعبدوا الله، المحنة شديدة، لا أستطيع أن أحميكم من فرعون وقومه. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال موسى لقومه، استعينوا بالله، استعينوا بالله. هذا الذي يفتقده عباد الله هو الاستعانة بالله. إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين، نقرأها في كل وقت وحين. نستعين بك يا الله على أمورنا هذه، نستعين بك يا الله على محنتنا هذه، نستعين بك يا الله أن تخرجنا من الظلمات إلى النور. استعينوا بالله واصبروا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أبشروا عباد الله، إن كنا من المتقين، إن كنا يا أهل الإسلام من المتقين واستعنا بالله وتوكلنا عليه، لا نشك في نصر الله أبدا. وما تأخر النصر على هذه الأمة، وما تأخر النصر على هذه الأمة، وما أغرى السفهاء والأعداء إلا بسبب الذنوب والمعاصي، نعوذ بالله من ذلك. معاشر المسلمين، ولقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر من الابتلاء والشدة والمحنة والصبر على ذلك كله، فقد وصفه قومه بالشاعر والكاهن والمجنون والأبتر، ووصف القرآن بأنه أساطير الأولين، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. لكن الله ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم واستمر في دعوته، ولم يترك دينه، ولم يضعف، ولم يهن، ولم يستكين، وامتثل لقول الله تعالى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. بل وصف له ربه سبحانه وصفة قرآنية لتثبيت فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال فاصدع بما تؤمر، فاصدع أيها الداعية، فاصدع أيها العالم، فاصدع أيها المصلح، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم إنهم يقولون، إنهم يشتمون، إنهم يشككون في هذا الدين لا يؤمنون شرع الله عز وجل. ولقد نعلم أنك يا محمد يضيق صدرك بما يقولون. فاسمع ما وصف له ربه من وصفة قرآنية ربانية ما أحوجنا لها هذه الأيام. شنفوا لهذه الآذان، شنفوا لهذه الوصفة القرآنية من رب العالمين. هذه الوصفة التي لو استعملناها لكانت والله بردا وسلاما. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. لا تتحرج من تبليغ كلام الله، لا يصيبك الحرج. لماذا تستحي من كلام الله أن تبلغ عن الله عز وجل؟ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فيا أيها العلماء والمصلحون والدعاة والصالحون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا زمن الغربة، فطوبى للغرباء، فلا تضعفوا ولا تهنوا ولا تستكينوا واثبتوا على الحق والله إنكم على الحق المبين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، ولا تكن في ضيق يا عبد الله يا مؤمن، ولا تكن في ضيق مما يمكر هؤلاء الذين أجرموا حق الإسلام ممن يكيدون لليبيا ويمكرون بها يا عباد الله. فليس لنا والله إلا الاستعانة به سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه، أن ينصر الإسلام في هذه البلاد. ويمكر الله والله خير الماكرين. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا النصر وأن يرزقنا الصبر يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، ثبات أهل الحق لا يتحقق إلا إذا نصرنا الله عز وجل. ونصر الله لا يكون إلا في توحيده وطاعته واليقين بنصره. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. ننصره؟ والله هو الغني وأنتم الفقراء. كيف ننصر الله؟ ننصره بالطاعة، ننصره بالتوبة، ننصره بالرجوع إليه، بالدعوة إليه، بالدعوة إلى هذا الإسلام والثبات على الأمر. روى أحمد بن مروان المالكي عن أبي إسحاق، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت العدو لهم فواق ناقة. فواق ناقة أي بين الحلبة والحلبة يسمى فواق. فواق ناقة لا يثبت لهم العدو فواق
ناقة عند اللقاء. انظروا، يا ترى كيف انتصروا؟ بأي شيء انتصروا؟ لماذا لا تنتصر هذه الأمة على الباطل؟ يا ترى ماذا فعلوا؟ نستمع إلى أعدائهم ماذا قالوا عنهم. فقال هرقل وهو على أنطاكية: لما قدمت منهزمة الروم، ماذا قال هرقل؟ ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ أليسوا بشرا مثلكم؟ كانوا يظنون أنهم ملائكة، كانوا يظنون أنهم جن، هكذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما كسبوا هذه المزية وهذا الأمر بطاعتهم لله. استمعوا إلى عدوهم، نستمع إلى عدوهم ماذا أخبر عنهم يا عباد الله. ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. نعم، وقد ثبت في التاريخ الصحابة يكون 3000 و 4000 وهم 150,000. قال: فما بالكم تنهزمون؟ أي ما السبب في هذه الهزيمة؟ ما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم، أي من الروم، رجل من كبار الروم، ماذا قال لهرقل؟ من أجل أنهم استمعوا ماذا قال هذا العظيم، هذا الشيخ العظيم الكبير من الروم. شهادة من العدو لكم يا أمة محمد، لكم يا أمة الإسلام، من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، أي يعدلون في ما بينهم. قولة وجملة تكتب بماء الذهب. ومن أجل يحدث عن الروم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض، فماذا قال هرقل؟ قال: أما أنت فقد صدقتني، أما أنت فقد صدقتني. والآن عباد الله، كل منكم يتفكر فيما قاله هذا العظيم وهذا الشيخ من الروم. فلأي الفريقين نحن عباد الله؟ هل نحن ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويوفي بالعهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم العدل؟ أما نحن ممن يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله ويأمر بالسخط وينهى عما يرضي الله ويفسد في الأرض؟ لا نريد جوابا، الجواب في نفسك. فإن كنت من هذا الفريق فاحمد الله عز وجل وسيكون النصر القريب إن شاء الله تعالى. وإن كنا من الفريق الآخر والعياذ بالله فسوف لن نرى النصر إلا إذا عدنا إلى الله، إلا إذا استعنا بالله، إلا إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه. اللهم انصر أولياءك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر عبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ورد كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم اكلأ المؤمنين برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام،
واكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام، أنزل عليهم نصرك في كل مكان. اللهم عليك بالظالمين ومن أعانهم ومن شايعهم ومن كاد الإسلام ومن كاد لبلادنا، فاللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.